سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم هنا في لقاء يتجدد، وهذا اللقاء الخاص حول هذه المؤسسة وأيضا هذا الضلع المصري الرائد هنا، البنك الزراعي المصري، تلك المؤسسة المصرفية المصرية العريقة التي تحدث عنها التاريخ طوال عقود من الزمن. معنا سيداتي وسادتي في لقاء الليلة من رواد الجودة في تكريم المؤسسة المصرفية المصرية البنك الزراعي المصري كرائد من رواد الجودة، حيث نلتقي في لقاء الليلة بالقيادة المصرفية الشابة السيد علاء الدين فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والعضو المنتدب رائدا من رواد الجولة. البنك ده النهاردة منتشر في أكتر من 1210 قرية ومحافظة على مستوى مصر كلها. احنا هدفنا ان احنا نضاعف العدد بتاع الفروع ديت في خلال الخمسين اللي جايين بالتنسيق مع البنك المركزي المصري. احنا بنحدث النظرة الذهنية للبنك الزراعي بالظبط، بان احنا بنعمل لوكند في بنوحد المباني كلها بطريقتها باشكالها، بيكون لنا في اي معروف للمواطن. احنا عاملين بلان للتدريب مع المعهد المصرفي لحوالي 8 السنه دي ل 8000 موظف، الحمد لله بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والمحافظ البنك المركزي أستاذ طارق عامر. احنا جالنا شرف ان احنا نتعامل مع حوالي 72,000 عميل من العملاء المتضررين من الأحداث الأخيرة الخاصة بكورونا، من العمالة الغير مستديمة، وان احنا بنوفر لهم المنحة من خلال 1210 منفذ بتوع البنك الزراعي المصري، ولفينا على مجموعة فروع داخل المحافظات ديت. الهدف الأساسي ان انا اتأكد ان اجراءات الوقاية بتقدم بالكامل للمواطن المصري سواء عميل او سواء موظف البنك. وقد اشرف سيادته بنفسه على اتخاذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية المتبعة وتوزيع المرطبات وزجاجات المياه على ضيوف البنك الزراعي الذين أعربوا عن تقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حضرتك أنا باخد البطاقة من العميل، لازم أملى الاسم بتاعه، تاريخ الميلاد، رقم القومي كامل، رقم الموبايل، العنوان، والعميل يمضي توقيع قصادي، وباخد الابليكيشن بروح على الفرع عشان خاطر يستوفي البيانات ويتم صرف العميل على طول. معالي رئيس الوزراء قال البنك الزراعي مع البريد، فوجئنا على طول تعليمات معالي علاء بيه رئيس البنك، اخترنا 1210 فرع اللي هم خاصين بينا على مستوى الجمهورية. 1210 ان احنا هنقوم بتوزيع 500 جنيه للعمالة اللي أشار بيها معالي رئيس الجمهورية. وحك شايفة النهاردة الإجراءات ميسرة؟ تمام، هو أنا قدمت عن طريق الموقع على النت، وبعتت لي امبارح رسالة إن أنا أجي أستلم من الفرع هنا أو من أي فرع يعني، بس ده أقرب فرع ليا. الترتيبات دي كلها اللي إحنا شفناها فتمت في قد إيه؟ أنا شايف كل واحد عارف دوره بالظبط. في 48 ساعة. 48 ساعة. أول ما جالنا التكليف. وهتستمر لمدة؟ لحد ما نخلص كل الواجب اللي علينا. توجيهات الدولة والسيد رئيس الجمهورية والسيد محافظ البنك المركزي ان احنا لازم نكون حريصين على المواطن المصري، على العميل بتاع البنك الزراعي، على الموظف بتاع البنك الزراعي. في محور اساسي عندنا هو تنويع المنتجات وفقا واحتياجات السوق. احنا ابتدينا ندرس المنتجات اللي بيقدمها البنك الزراعي. على سبيل المثال احنا الايام اللي فاتت دي غيرنا الفئات التسليفيه للمحاصيل الزراعيه، هننوع المنتجات الزراعيه، هنركز على الاس ام اي، هنركز على الميد كوربريت، وهنركز على كل ما هو صناعه قائمه على زراعه وعلى الانتاج الحيواني والانتاج الداجني. واعتقد ان دي بتمثل اكتر من 75% من الاقتصاد المصري، في تعاون وثيق مع وزاره الري ووزاره الزراعه، بحيث ان احنا ممكن نقدم خدمه متكامله بالظبط من خلال البنك الزراعي. المفروض نكون اول بنك
واكبر بنك للشمول المالي في مصر. وده فعلا الفيجن بتاعنا. الشمول المالي مش معنى ان انا لازم ادخله البنك وبس، انا ممكن اتعامل معاه من خلال الموبايل ابلكيشن، ممكن اتعامل معاه من خلال الكارت. القصه ان احنا لازم نحلل الشرائح اللي احنا بنشتغل بيها ونحلل الاريا نفسها، يعني اللي هيكون في الوجه القبلي مش هو اللي هيكون في الوجه البحري، مش هو اللي هيكون في المدينه. كل مكان وله ظروف. عندي النهارده 82 مكنه اي تي ام ملك البنك الزراعي، تعاقدت مع البنك الاهلي السنه اللي فاتت وحطينا 100 مكنه من البنك الاهلي في الاماكن بتاعت البنك الزراعي. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. البنك الزراعي المصري، استراتيجية جديدة لتحديث وتطوير المنظومة المصرفية لجميع فروع البنك الزراعي المصري في إطار توجيه البنك المركزي المصري لوضع البنك الزراعي المصري في موقعه اللائق به. العميل، عميل البنك الزراعي المصري بيحوز على ثقة حضرتك واهتمامك، فماذا تقول له بشكل عام؟ عميل البنك الزراعي المصري، سوف نكون دائما عند حسن ظن هذا العميل. نعم. سنقدم دائما كل ما هو جديد للعميل البنك الزراعي المصري، وانتظرونا خلال الفترة القادمة، خلال 24 شهر القادمة، لنكون من أكبر البنوك العاملة في مجال الشمول المالي وفي مجال دعم الزراعة والصناعة القائمة على الزراعة، وتقديم كل ما يحتاجه العميل الخاص بالبنك الزراعي المصري. ونتمنى تضاعف أعداد العملاء ليصل إلى 6 مليون عميل في خلال الخمس سنوات القادمة إن شاء الله، إن شاء الله، بالإضافة إلى أسرهم لدعم الشمول المالي. طيب، سؤال بقى خاص لسيد علاء رئيس مركز إدارة البنك. يعني حرك من مدرسة البنك الأهلي المصري، بأمانة شديدة من تدين له بالفضل في مسيرة حضرتك المصرفية الناجحة، والتي يعني نتطلع أنها ستكون المزيد إن شاء الله. أولا السيد محافظ البنك المركزي المصري لما كان رئيس، طبعا لما كان رئيس للبنك الأهلي المصري اتعلمنا منه حاجات كتير قوي، وهو يمكن كان له الفضل الاول في دخولي للانضمام لمجموعه البنك الاهلي المصري، ثم القيادات التي كانت تعمل مع سيادته، الاستاذ هشام عكاشه، الاستاذ شريف علوي، الاستاذ يحيى ابو الفتوح، الاستاذه داليا الباز، مجموعة العمل بتكلم عن رموز، يعني بتكلم عن قيادات. احنا اشتغلنا كفريق عمل واحد، والحمد لله حققنا نجاحات في البنك الاهلي. ومش هضحك عليكم برضو، انا بلقى كل الدعم لحد النهارده وانا في البنك الزراعي المصري من قيادات البنك الاهلي المصري. اي عون بحتاجه من البنك الاهلي المصري بيقدمه لي، وان شاء الله هم عايزين البنك الزراعي المصري يكون من اكبر البنوك اللي موجود في مصر. كان اخر منصب في البنك الاهلي المصري؟ انا كنت رئيس التنفيذي للتجزئه المصرفيه والفروع، والمسؤول عن مبيعات الاس ام ايز في البنك الاهلي المصري. كان تحتيه حوالي 500 فرع بحوالي 11000 موظف، بالاضافه الى القنوات البديلة والمدفوعات الإلكترونية والمدفوعات الحكومية ومبيعات الاس ام ايز والمنتجات والكارد بيزنس وكل ما هو يتعلق بالكونسيومر او بالعميل. ما شاء الله. طيب، هل اخيرا هل كان هناك رهبة عندما بلغت من السيد محافظ البنك المركزي بتولي قيادة هذا القلعة المصرفية؟ بصراحة يعني حضرتك، انا اي تكليف من اي قيادة سياسية او قيادة من البنك المركزي انا بشتغل، انا بحب الشغلانة بشتغلها. نعم. ودايما لازم اكون عند حسن ظن القيادات بتاعتي.
صباحك كله خير ياللي انت وش الخير وفتحة خير لناسك اللي تزرعه هتلاقيه الله على الخير ده كله ده احنا فينا البعض خير الرزق ان كان كبير صغير برضو خير اللي بيسعى يلاقي الخير جاي له ينادي الله على الخير ده كله ده احنا فينا البعض خير ده كله جاي برزقه من غير ما تفكر كتير الله على الخير ده كله ده احنا فينا البعض خير ده كله جاي برزقه من غير ما تفكر كتير وصاك التاني رزقك جاي طول ما النية خير والصحبة هتبقى جنبك بتقدم لك كل خير الله على الخير ده كله ده احنا فينا البعض خير ده كله جاي برزقه من غير ما تفكر كتير البنك الزراعي المصري البنك اللي فيه الخير احنا النهارده مبسوطين ان احنا بننفذ تعليمات الرئيس السيسي بننفذ تعليمات الرئيس السيسي المحترمه بصرف المنحه للعماله غير منتظمه اخواتنا فتنظيم كويس اهو ودي تعليمات طبعا محافظ البنك المركزي ومعالي الاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس اداره البنك الزراعي المصري فنتمنى ان ربنا يوفقنا ووفق رئيس البنك عشان ننفذ تعليمات الرئيس ان كله يصرف المنحه بكل يعني طريقة صحية وبطريقة آمنة وبسرعة ويبقى في راحة لكل إخواتنا بتوع العمالة المنتظمة. حضرتك واضح إن اللجنة النقابية هي أي مدور كبير جدا في تنظيم هذا. إحنا بنساعد في التنظيم، صراحة التنظيم برضك الأمن منظم، القطاع الطبي منظم، المصرفيين منظمين، كله بتعليمات الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة. البنك الزراعي المصري. البنك اللي فيه الخير. محمد علي. اهلا وسهلا. حضرتك منين؟ من المنيا. حضرتك قدمت ازاي وكتبت الاستمارة امتى وايه الاجراءات اللي انت عملتها؟ قدمت من خلال موقع الوزارة. موقع الوزارة. القوى العاملة. كده؟ حضرتك شايف الاجراءات ماشية ازاي لغاية دلوقتي؟ لا الاجراءات كويسة. البنك عامل اجراءات كويسة. تمام. كده؟ في اهتمام. البنك الزراعي المصري. البنك اللي فيه الخير. نقول ايه اللي بيتم دلوقتي حالا بالظبط حضرتك احنا علشان نطلع بالصوره المشرفه دي قدرنا ان احنا ننظم فرق عمل تحت في الفرع ماشي فرق العمل دي بتتولى كل ما هو يدخل على السيستم وفي النهايه بجيب الفلوس بحطها في ظرف وبسلمها للعميل فهو قاعد في مكانه فين بالظبط ده يعني نشوف شكل بالظبط ممكن حضرتك نشوف مع بعض تسليم استاذ محمد مدير عام الخزنه مدير الخزنه ازيك يا استاذ محمد اهلا بحضرتك يا فندم اهلا وايه اللي بيتم دلوقتي حاجه اللي بيتم يا فندم دلوقتي ان احنا بنخلص الاصالات جوه في الخزنه وبنيجي ننزل هنا بالاصالات معاها كارت ميزه ومعاها النقديه ال 500 جنيه باستحقهم العامل وبينزل هنا اتفضل مشكورا بيمضي يستلم فلوسه وبيعدها ويستلم الكارت بتاعه يبقى انت اللي هتصرف مش المدام يا فندم مش انت اللي بعت هي اللي بعت مين اللي بعت تم بالشكل ده تمام تمام طب هو الظرف ده مش مغلق لا يا فندم احنا بنسيبه مفتوح عشان العميل برضو ياخد فلوسه ويعدها يهدها ويشوفها ما نقدرش ندول ايه الظرف مقفول حضرتك البطاقه حضرتك بتشوف البطاقه طبعا لازم نشوف البطاقه ونتحقق من العميل هو نفسه اللي موجود ايه اللي جاي له اسمه وان دول الفلوس بيها تمام انا عايز اسال حضرتك بس سؤال هو دلوقتي يعني في ناس انا شايفها جايه من المنيا ومن سوهاج لكن دول قاعدين في القاهره احنا دول ناس قاعده في القاهره بس هي اساسا جهه عملها هنا فانا مش هقول له روح المنيا او روح سوهاج انا بصرف له من هنا كمان انا في حاجه احنا عملناها دلوقتي احنا بنطلع له كارت ميزه ماشي الكارت ده عشان اي دفعات في الشهرين التانيين او اي اضافات الدوله عايزه تضيفها هتضيفها على كارت ميزه بعد كده يدخل على اي مكنه في الجمهوريه يصرف وبنعرفهم كلهم ان اساسا الرقم السري او الباسورد بيبقى اخر اربع ارقام هو اللي هبيستعملها اخر اربع ارقام وبعد كده ما يجيش عندي تاني يتعامل على الكروت على المكان بره ده زي ما قال علاء بيه ده دعم للشمول المالي بالظبط احنا بندعم من ناحيتين ناحيه ان انا بصرف للناس في نفس الوقت بدخل قصه الشمول المالي ودخلت الناس دول البنك يعني هو بيستلم كمان يعني هذا كارت ميزه يعني يمكن بنوضح للساده المشاهدين انه دي ميزه اضافيه الحقيقه بتتعمل النهارده ان هو بيسلم كل مستحق كارت ميزه بيصبح خلاص هو عميل
وده اعتقد ذكاء مصرفي برضه يعني. طبعا الحمد لله البنك الزراعي المصري باذن الله هيتواجد وهيتواجد وهيتواجد. حضرتك بتتكلمي على كام فرع يا فندم؟ احنا بنتكلم على 1210. 1210 فرع على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه. رائع رائع. ممكن بس نورد للساده المشاهدين، ادي كارت ميزه اللي بيمنح لكل مستحق من الشباب. برضو يمكن كان ملاحظتنا فندم انه يعني معظمه سن الشباب يعني عشرينات ثلاثينات. فعلا سن الشباب عشرينات ثلاثينات. مش كده؟ يا فندم. كل العماره غير المنتظمه اللي في كافه الاطياف المعمار وال يا فندم. يا فندم. والمجهود اللي بيتم ده فندم بيتم ايضا في فروع مختلفه؟ يا فندم. ولا منطقه مركزيه؟ يا فندم كل الفروع شغاله على هذا. كل الفروع شغاله. كل الفروع على اتم استعداد. واحنا على اتم استعداد نستقبل اكتر من كده، يعني لو الاعداد وعندنا استعداد ان احنا نشتغل ممكن ده لو كان احنا امبارح تجاوزنا مواعيد الحظر وطلعت لنا جوابات من الامن علشان نقدر نروح بيوتنا. عايز اقول الاعداد دي قد ايه كده؟ انا شايف تحت وفي فوق كمان. في ناس مشيت كتير يا فندم. طبعا احنا بنخلص مجموعه مجموعه. في فريق عمل هنا شغال، في فريق عمل في الفرع شغال. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. سعيد محمد عبد النعيم. انت منين يا سعيد؟ اسوان. اسوان. انت يعني عرفت منين الموضوع ده وجيت عشان طبعا تقدم اسمك واستمارتك؟ والله واحد صاحبي انا هو اللي عرض على الموضوع ده، هو اللي اشترك لي في على النت. تمام. بس امبارح بقى لقيت الرساله بتاعتي وجيت على هنا سالت على الفرع وجيت على الفرع البنك الزراعي. تقول ايه للاجراءات اللي بتتم في الموضوع ده؟ قول والله تحيه مصر على كل اللي بتعمله. للشباب اللي هي مش لاقي شغل ولا كده وفي الايام اللي احنا فيها بالذات وربنا يسترها علينا يا رب. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. يعني احنا هنا طبعا يا فندم في فرع الجيزه من الفروع المهمه جدا للبنك، نفس النظام اللي احنا شفناه في البنك المركزي الى ايضا في الجيزه، نفس الفروع بتاعتنا، نفس كل الفروع بتاعتنا شغاله على نفس الكونسبت، نفس المنوال واجراءات احترازيه وتباعد مسافات بين الناس وبعضها بحيث ان احنا برضه نحافظ على حياه المواطن وحياه الموظفين بتوعنا من اي عدوى او اي امراض. انا شايف في سرادق بره معمول عشان برضه ما يزودش الكثافه هنا في جوه الفرع، لازم الكثافه تبقى محدوده وزي ما انت شايف بيبقى في تباعد ما بين الناس وبعضها والناس تدخل جرادي بخمسه خمسه 10 10 بحيث ان احنا نقدر ننجز العمل بسرعه. احنا سالنا السيده رئيسه الفروع عن في بعض الشخصيات موجوده من المنيا ومن سوهاج، قالت لا دول مقيمين في القاهره، انا اللي مش عايز ابعدهم. بص هو احنا لما قلنا كل فروع البنك الزراعي احنا بنقدم خدمه متكامله لاي حد على مستوى مصر كله. كامله. فالنهارده لو هو اقامته هنا في القاهره بس هو مولود او اهله وعيلته ومراته في سوهاج او اسوان او المنيا، مش منطق ان انا اخليه يسافر ويصرف الاعانه اللي هو بياخدها عشان يبقى بطل، لا هو يجي يتقدم من اي فرع من الفروع. هنا الاعداد بتتوازي ايضا مع حجم البنك، يعني انا شايف هناك ان العدد اكبر. احنا بناخد من الفروع المزدحمه نودي للبرج وبنودي لجاردن سيتي، اي فرع مزدحم بنوزع على الفروع اللي حواليه. عربيات البنك بتيجي بتاخد الموظفين، بتاخد العملاء ومعهم اثنين موظفين يودوهم لاقرب فرع ليهم يقدروا ياخدوا منه الخدمه بتاعتهم. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. اسلام محمد بكر. منين يا اسلام؟ محافظه الفيوم. ايه الاجراءات اللي انت شايف انها تمت؟ يعني نعم، نظافه كويسه، ماشيين جوه مواد عشان خاطر الفيروس. تمام. كل حاجه تمام، يعني كمامات وزان كمامات. شايف الاجراءات كويسه معموله؟ نعم كويسه تمام. انت جيت هنا ليه؟ ما رحتش البلد؟ عشان انا قاعد هنا. عشان انت موجود هنا؟ طب ايه اللي تقوله قصاد الاجراءات اللي بتتم دي؟ نعم؟ ايه اللي تقوله قصاد الاجراءات اللي بتتم؟ لا والله الحمد لله، يعني اجراءات تمام، مش اي مشكله. الحمد لله تمام. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. التوجيهات يعني السيد علاء اللي حضرتك ايه تحديدا حتى يوم الخميس؟ التيسير على كل المواطنين بغض النظر عن محل اقامتهم، فمعظم الناس اللي موجوده دي مش من الجيزه، كلهم مغتربين. كلهم مغتربين. فاحنا هنا لما بيحصل تكدس هنا بعربيات البنك بنتواصل مع الفروع بتاعتنا
واقرب فرع ما فيش فيه تكدس العربيات بتتوجه للفرع ده ويخلصوا ويرجعوا تاني بال. يمكن ما حدش تطرق لهذا السؤال، لكن انا يعني في حضور السيد رئيس البنك بساله الاجراءات الامنيه اللي من ممكن بعض يعني حضرتك دول مغتربين، حد ممكن يكون في الشارع بيحاول انه يامن. انا تماما سيادة المحافظ كان لسه هنا حالا دلوقتي، محافظ الجيزة، محافظ الجيزة لسه ماشي حالا دلوقتي، الحي جنوب الجيزة كل قياداته كانت موجودة، فالناس كلها متعاونة. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. منال أنور. منين يا من منيا أصلا؟ منيا. طب انت جيتي هنا ليه ما رحتيش فرع آخر؟ ما انا رحت هناك البنك الزراعي اللي هو انا ساكنه كده. المجهودات في الدوله خاصه ان العماله غير متوفره بصراحه، هي بصراحه حلوه قوي وناس كتير استفادت منها يعني، وبالذات انا يعني كنت بشتغل في كوافير وقفلت وكده فاتضررت. سجلت ازاي؟ انا سجلت الاول على الموبايل وجات لي رساله، رحت جيت هنا قالوا لي تيجي البنك الزراعي. وقد حرص السيد علاء فاروق بإجراء حوارات مع نماذج مختلفة من شباب العمالة الغير منتظمة، وناقش سيادته معهم الإجراءات المتبعة والمنح والمزايا المخصصة لهم من خلال عمليات الصرف. وقد أشرف سيادته بنفسه على اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة وتوزيع المرطبات وزجاجات المياه على ضيوف البنك الزراعي الذين أعربوا عن تقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمام سيادته اللامحدود بهم، مؤكدين انتهاء إجراءات الصرف خلال دقائق معدودة في إطار ترحيب واهتمام بالغ من جميع العاملين بالبنك الزراعي المصري. احنا طبعا واقفين على الاجراءات الاحترازيه الكامله بالنسبه للكمامات وبالنسبه للمطهرات وبالنسبه للتباعد من الافراد، بنحاول بقدر الامكان التزاحم بيبقى قليل بقدر الامكان. عمليه الصف لا تتم الا من خلال 5 دقائق على الاكثر وبدون اي تزاحم ما بين الافراد. يعني الاعداد انا شايف انتوا انجزتوا كم كبير من الناس. احنا يا فندم المنظومه بتاعتنا في قلب البنك الزراعي زي ما قلت لحضرتك لا تتجاوز 5 دقائق، وعشان كده بنقدر ان احنا نشتغل من خلال فرعين، الفرع الاول اللي هو فرع الاسلامي والفرع الثاني هو فرع القاهره ومعانا الفرع الرئيسي في دبي. كنت عايز اقول يعني القاعه دي يمكن اول مره نعرف ان البنك فيه هذه القاعه الكبيره المميزه. يا فندم البنك الزراعي مميز بموضوع القاعات، عندنا القاعة الكبرى اللي موجودة في البنك الزراعي في الدقي وعندنا القاعة الكبرى اللي موجودة هنا في التحرير، وحضرتك مجموعة من القاعات مجهزة على أعلى مستوى زي ما حضرتك شايف. والناس الحمد لله الشباب او يعني العماله يعني غير المنتظمه هم مستجيبين للتعليم، مستجيبين للتعامل وملتزمين بقلب الرساله المنصوص عليها بالتوقيت والفرع المنشأ ليهم وفي قمه التعاون معنا. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. احنا طبعا عملنا طبعا اماكن عشان المواطنين يقدروا يستريحوا فيها ونقدر نصرف لهم المنحه بتاعتهم بكل سهوله، وفرنا لهم ميه وعصير ومده الصرف الحوالي متجاوز 5 دقائق ان شاء الله. شايف حضرتك كثافات قلت دليل كله بيمشي على طول ما بتاخدش 5 دقائق حضرتك يعني. طيب الفرع هنا بيخدم اي مناطق؟ منطقه الميت عقبه وولاد دكتور. مناطق كثيفة السكان طبعا دي طبعا فيها عمالة مؤقتة كثيفة جدا واحنا طبعا بنخدم المنطقة دي. يعني يمكن الحقيقة برضو الصورة اللي احنا خدناها اول ما جينا هنا هذا الفرع انه نفس الاجراءات اللي بتتم سواء في فروع الجيزة او في الفرع المركزي، نفس الاجراءات الاحترازية، نفس الانضباط
انا شايف في رضا لدى العماله غير المنتظمه ازاء الاجراءات اللي بتتم في البنك. يعني ايه اللي تقوله للمواطنين عشان تسهيل هذه ان احنا طبعا في خدمتهم في اي وقت، وبنوفر لهم الاماكن علشان يقدروا يصرفوا بسهوله، وهي اماكن يقدروا يستريحوا فيها. اول ما بيجي العميل طبعا بنتاكد من الرساله بتاعته ان اليوم الصرف بتاعه ان هو النهارده، وبعد كده بنصور البطاقه بتاعته ويا دوبك بنخلص له الاجراءات على طول بكل سهوله. البنك الزراعي المصري، البنك اللي فيه الخير. كل هذه العناصر للشباب طبعا من طائفة المعمار أو من الطوائف المختلفة اللي جم الحقيقة في ظل الحقيقة تنظيم أكثر من رائع. الكل في خلال ساعة أو ساعتين كله بيستلم مستحقاته عندما كل في البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى طبعا هيئة البريد المصري بأن يتم منح هؤلاء مستحقاتهم الحقيقة بدعم من الدولة وتوجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. كان هناك استجابة أكثر من رائعة من البنك الزراعي، وزي ما حكوا شايفين النظام والانضباط في هذا السياق. السلام عليكم، نتعرف بيك. وليد ثابت. من هنا وليد؟ من محافظة الجنة. من هنا؟ أنت جيت إمتى؟ جيت أنا كنت قاعد هنا شغال هنا في العمالة. يعني موجود في القاهرة؟ موجود في القاهرة. إيه اللي تقوله في اللي أنت شفته النهاردة؟ أقول شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على الحاجة الجميلة دي. الهدف ان احنا نوصلنا الدعم المطلوب من غير ما نخليك تحتشد ما امكن. قيادات البنك الزراعي المصري وجميع موظفي البنك الزراعي المصري يقف صفا واحدا وراء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع شأن مصر ورفع شأن جمهورية مصر العربية بين جميع دول العالم، ونشكر سيادته على كل ما تقدم خلال الأعوام السابقة، وتمنياتنا لسيادته بدوام التوفيق. نفخر جميعا بأننا ننتمي إلى عائلة البنك المركزي المصري، ونعمل تحت قيادة البنك المركزي المصري تحت سعادة محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر. وخالص الشكر على الإجراءات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية التي تمت خلال الفترة السابقة لمواجهة الأحداث التي حدثت بالبلاد وبالعالم أجمع، وكان لسيادته القرارات الرائدة بشأن جميع القرارات الاقتصادية الاستباقية التي دعمت من الاقتصاد المصري. وكلنا بنك كموظفي بنك الزراعي المصري وكإدارة البنك الزراعي المصري نقف صفا وندعم جميع المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري بقيادة سيادته. تكريم البنك الزراعي المصري رائدا من رواد الجودة من خلال هذا الدرع الذي تطلقه أيضا مهرجان الإعلام الدولي في دبي عندما فاز البرنامج بالجائزة. إذن بيقول السيد الأستاذ علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للبنك الزراعي المصري رائدا من رواد الجودة. انه بيقول ستظل معايير الجودة عنوانا للتميز والاتقان مقرونة باعلى درجات المصداقية. كما ايضا نتشرف بان ينضم ايضا السيد علاء الدين فاروق زكي الى عضوية رواد الجودة، حيث يقول مهرجان دبي للإعلام وجائزة رواد الجودة: الأستاذ علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب للبنك الزراعي المصري، المنصب الشرفي رائد الجودة مع مرتبة الشرف. وقد منح السيد علاء الدين فاروق زكي من خلال البرنامج وشاح رواد الجودة تقديرا لسيادته، وأيضا الكابني المدمغ رائدا من رواد الجودة مع مرتبة الشرف العليا، بالإضافة إلى الدرع المعتمد من مهرجان دبي للإعلام تقديرا للبنك الزراعي المصري وقياداته المصرفية.
أيضا الحقيقة بنسعى الحقيقة من خلال رواد الجودة وفي أيضا رابع وخامس جولاتنا داخل القلعة المصرفية لتكريم قيادتها. طبعا القيادات الشابة عندما تنطلق وتعتلي هذه المناصب كلنا ثقة الحقيقة في هذه القيادات المصرفية التي يتم اختيارها من قبل السيد محافظ البنك المركزي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالضخ بالقيادات الشابة. حيثيات تكريم السيد علاء هو أيضا انطلق من مدرسة البنك الأهلي المصري وحاز على ثقة العديد من القيادات المصرفية، ثم أيضا كرم من العديد من الجهات وأيضا لبى هذا النداء بقيادته للبنك الزراعي المصري. لذا سيد علاء الدين فاروق زكي رائدا من رواد الجودة، احنا بنشكرك فندم. وعايز اقول انه دائما التكريم بيكون له تبعات ومسؤوليات، فماذا ان شاء الله مكملين في البنك الزراعي المصري. ان شاء الله اهتمامنا الاول والاخير هو بالعميل وما يقدم العميل من خدمة مصرفية ومن منتجات مصرفية. خالص الشكر. سيدتي وسادتي بنعدكم بأن نتجه إلى كل من يستحق فعلا أن يكون رائدا من رواد الجودة، فما أكثر أبناء مصر البارزين المخلصين في هذا التوقيت شديد الدقة لمصرنا الغالي. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.